مساء النور والسرور. الله يبارك شيء كبير بالاحتفالات هذه. والله بالنسبة لحضوري فأنا ما أنا هنا يعني أتشرف إني أكون أب لابني مشعل، ولا سيما في هذه المناسبة اللي نبدأها بما بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول بارك الله له وبارك عليه وجمع بينه وأهله في خير. وحقيقة احنا الليلة هذه ليلة سعيدة، لا سيما أنها تبنى أسرة إن شاء الله على شرع الله سبحانه وتعالى، وسعيدين جدا أنه يعني بهذا الحضور الطيب من وجهة وعيان وباذي الخير حقيقة اللي يحرصون على حضور مثل هذه المناسبات اللي تخص أبنائنا ويبادرون ويتسابقون في سبيل أنه يشاركون في هذه المناسبات. فأقول أنه هذه فرصة حقيقة لباغي الخير، يعني مناسباتنا هذه تخص أبنائنا وبناتنا، فجميل جدا أن نجد المجتمع متكاتف مترابط يحرصون، والله أني أجدهم أشد حرص على الحضور أكثر مما يحرصون على أبنائهم في مثل هذه المناسبات. فهم يعتبرون أبنائنا أبنائهم ويحضرون هذه المناسبات مشاركين ومباركين وإبرازا للمحبة والتقدير اللي يحظون به في هذه البلاد المباركة التي تعودنا من ولاة أمرنا أنه هم من يرعانا، وبالتالي نجد أن هذه الرعاية يعني الحمد لله تتأصل في الجميع في جميع. فأقول أشكركم حقيقة على حضوركم وعلى تغطيتكم هذه المناسبة، ونقل رسالتنا للمجتمع بأننا مجتمع مترابط متحاب متكافل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا ولاة أمرنا ويحفظ المرابطين على حدودنا ويجعل دائما مناسباتنا مناسبات سعيدة. شكرا. الله أتشرف، شرف لي، شكرا. تسلم الله، تسلم الله، يطول لي عمرك.